هذا اللقاء اللي هو في مؤتمر الجهوي ديال الجهه ديال الكلميم وادنون كيجي من بعد المؤتمر الوطني ديال حزب التجمع الوطني للاحرار، واللي الحزب مر فيه المرحله ديال مسار التنميه. والفضاء اللي كيوفروا هذا يعني اللقاء هو جد مهم بالنسبه للتواصل مع المناضلين ديال الحزب في الجهه، واللي وكذلك المنتخبين لا على الصعيد ديال الجماعات ولا البرلمانيين، وعلى الصعيد ديال الجهه اللي كاينه السيده رئيسه الجهه. ف يعني المواضيع اللي هي مهمه واللي كتهم الجهه، التنميه ديال الجهه واللي كتشغل يعني بال المنتخبين، لانها التزامات بالنسبه يعني للحزب تجاه المواطنين، هي كلها مواضيع تنموية واللي كتخص المجالات ديال الحياة اليومية ديال المواطنين. فالحكومة شرعات في كل يعني في تنزيل كل أوراش ديال الالتزام ديالها، واللي اليوم كتخص القطاع ديال التعليم، القطاع ديال الصحة، والقطاع ديال التشغيل اللي فيه كل القطاعات الوزارية. والجهة كتعتمد في الاقتصاد ديالها خصوصا على الفلاحة والصيد البحري، وهنايا عندنا استراتيجيات طبعا لهذا القطاعات اللي هي مهيكلة واللي كتنزل على الصعيد ديال الجهة في إطار برامج ومخططات جهوية للتنمية ديال الجهة. مخطط المغرب الأخضر وضع الأسس بالنسبة للقطاع الفلاحي، واليوم الجيل الأخضر كيكمل يعني هذا المسار وكيبني على المخرجات ديال مخطط المغرب الأخضر والمكتسبات، وكذلك العمل والاستهداف ديال انشغالات ومشاكل اللي هي أخرى اللي كتهم يعني التنمية ديال السلاسل في هذه المنطقة، وكذلك المواضيع اللي هي مهمة كالماء والسقي. وفي اطار يعني الاستراتيجيه ديال اليوتيس فيما يخص الصيد البحري، العمل غادي نكبوا فيه يعني في المرحله المقبله على التثمين ديال المنتجات ديال الصيد البحري، وكذلك التنظيم ديال المهنيين في هذا القطاع.